اللي بيشتغل بيه. الكره العرضيه تاني ابويهي يا ولد، جول عالمي يا ولد. ديسترو 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 الديسترو هو اللي سجل، سبحان الله. نادي تورينو في الشوط الاول في هذا المكان فرص بالجمله، لكن ديسترو ديسترو يسجل اول هدف اللقاء هنا في 2023، يفتح سجل الاهداف لنادي امبولي. ماتش دلوقتي كده هيولع نار. ديسترو يسجل هدف عالمي جميل، واخطر حاجه واصعب حاجه على حراس المرمى الكرات دي. شوف 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 فريق نادي امبولي. كرامو يلعب، كرامو اكرم فريقك يا راجل. كرامو عاوز الكرامو العرضيه والحارس ممتازه، تصويبات تعادل جول. انت بقول لك هيعمل حاجه تورينو 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 تورينو. لوكيتش 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 يا ولد يا ولد، لوكيتش وفلاشيتش، وهدف التعادل ياتي الان. هدف التعادل ياتي الان، مش ممكن مش ممكن. فريق الحقيقه بذل مجهود كبير جدا 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 نادي تورينو. يا لها من دقائق بقى مجنونه الان، الدقائق المجنونه جايه دلوقتي، الدقائق المجنونه جايه دلوقتي. لوكيتش يتعادل لصالح نادي تورينو، يتعادل لصالح نادي تورينو. اللاعب